تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسم الإله الواحد وكلمته وروحه الأب والابن وروح القدس الإله الأحد الواحد آمين. سيداتي سادتي، أشكر أولا ابنة شقيقتي سهام التي أرسلت لي على الشبكة العنقودية هذا أو فيديو يحاجج فيه أحد الربانيين أو الحاخامات اليهود أحد الدعاة المسيحيين. يلوم الحاخامي المسيحية على أنها تخالف كلام السيد المسيح أو أن المسيح نفسه يسوع خالف حسب رأي الحاخامي خالف كلامه، لم آتي لأبطل بل لأتمم، وخالف الشريعة. أولا وربما أيضا في العالم العربي ربما نسمع نفس الاعتراض، أنتم المسيحيين لم تحافظوا على الطهور أي الختان، لم تحافظوا على الوضوء، إذن أنتم لستم سائرين حسب الشريعة. الشريعة في الواقع مكونة من الكلمات العشر أولا. الكلمات العشر يعني الوصايا العشر تحتفظ بها المسيحية، رددها السيد المسيح، ولأي إنسان كان يسأله خصوصا للشاب الغني أو الثري قال له يسوع: إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، لا تقتل، لا تسرق، أكرم أباك وأمك، لا تزني، إلى آخره. إذن لا خلاف أننا نحن المسيحيين متمسكون بالوصايا العشر. الآن بقيت الوصايا الخارجية الطقسية التي كل الترتيبات التي كانت موجودة في كتب العهد القديم خصوصا في كتب الشريعة حول الهيكل أو حول مكان العبادة، والهيكل كله دمر وأكثر من مرة. إذن التاريخ نفسه أجبر الشعب العبري على إلغاء الذبيحة وعلى إلغاء الكهنوت، حتى ولو كان حتى اليوم عند اليهود عائلات تحمل اسم كهنة، كهنة، كوهين في كل صيغها، إنما لا يوجد كهنوت، أو إذا كان هنالك كهنوت فلا توجد ذبيحة حتى الآن. إذن ما قاله يسوع تحقق حرفيا في الهيكل أنه لن يبقى منه وما بقي منه حجر على حجر حتى تاريخ اليوم 12 أغسطس 2012. إذن السيد المسيح كان يعلم علما مسبقا، علما ساميا بما سيحدث بعد 30-40 سنة من استشهاده على الصليب وقيامته المجيدة. حتى الآن إذن كل التشريعات، كل الشرائع الخاصة بالهيكل وبالذبيحة وبأنواع الذبائح، كلها هذه لم يبطلها المسيح، لم يبطلها اليهود، بل أبطلها الاحتلال الروماني على يد أولا فسبازيانوس ثم ابنه تيتوس، والذي تم بدمار الهيكل سنة 70 للحساب الميلادي، وهذا الهيكل لم تقم له قائمة حتى
هذه اللحظة سنة 2012. أما الأوامر أو التشريعات كما قلنا غير الوصايا العشر، رأينا أنه أحسننا صنعا، يعني بالعرب الدارج عملنا منيح أنه ميزنا بين الوصايا العشر والتشريعات للهيكل. الهيكل طار، الكهنوت طار، الذبائح طارت، فهل نضع كل هذه الشرائع في تصنيف واحد؟ لا. الآن نأتي إلى شرائع طقسية جسدية خارجية ملموسة، وتتلخص في مثلا رجم الزنات ولا سيما المتزوجين، طبعا رجم الزنا بعيدا منكم، بعدين من ناحية أخرى الطهور أو الختان، من ناحية أخرى الوضوء، من ناحية ثالثة الحرم، الإبسال يعني الحرب المقدسة، يعني قتل الرجال، سبي النساء، إحراق ممتلكات الوثنيين، هنا أتكلم عن العهد القديم. هذه أمور السيد المسيح لم يأخذ بها، ورفض يسوع رجم الزانية وقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. وطبعا لا ننسى النقص الجوهري الذي كان في كل الخدعة، وهو أنهم أحضروا المرأة التي أخذت بالزنا ولم بعيدا منكم ولم يحضروا شريكها. طب هذه المرأة لا مؤاخذة لم تكن تزني وحدها، لماذا أحضرتموها وحدها ولم تحضروا شريكها؟ لأن الحد يجب أن يطبق على الاثنين وليس فقط على المرأة. ماذا يقصد يسوع؟ إذن الرجم، لماذا أتكلم عن الرجم؟ لأنه اليهود كانت لهم دويلات هنا وهناك عبر التاريخ، ومع ذلك لم يقوموا بالرجم. وحتى بعد سنة 1948 على أرض فلسطين لا يوجد قانون الرجم. هنالك في التلمود وليس في العهد القديم. في العهد القديم هنالك واقع تعدد الزوجات كواقع ليس كشريعة، بينما التلمود أعتقد في كتابوت رقم 61 إلى 63 هنالك تشريعات بشأن مثلا إذا مات فلان وكانت عنده 4 زوجات أو 5 زوجات حتى، يعني هنا يوجد تشريع لتعدد الزوجات. هذا التشريع غير موجود في الكيان اليهودي، يعني في الكيان العبري في فلسطين منذ سنة 1948 تعدد الزوجات ممنوع. وطبعا هنالك سبب لمنع تعدد الزوجات، وهو لئلا يتكاثر الفلسطينيون العرب خصوصا المسلمون بسبب تعدد زوجاتهم في فلسطين. فلسطين يعني فلسطين 48. إذن نقول إنه اليهود أنفسهم لا يطبقون ولا أي شيء من الشرائع التي تخص الهيكل والذبيحة والكهنوت، لأنه كلها طارت سنة 70 للحساب الميلادي، ولا يطبقون في حكومتهم أو في حكوماتهم منذ سنة 1948 عددا من الشرائع. أقف عند هذا الحد الآن، وسنستمر في القسم الثاني وهو الشرائع الخارجية، ولكن أختم هنا بالقول إنه المسيح له المجد والمسيحية بعده ومثله تتمسك تمسكا مطلقا بالوصايا العشر
أما الشرائع الخارجية التقصية فالمسيح نفسه لم يتمسك بها، وقد أثبت التاريخ خصوصا بدمار الهيكل أنه لم يكن هنالك مجال للتمسك بها. وشكرا.